التي تسبق حتى أي رأي من الآراء اللي موجودة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعلها حصن. الحصن ده عشان حد يدخله ولم يطبق في أي أيوة عصر. يبقى إذن مش مشكلة القرآن والسنة، لا مش مشكلة الآراء الفقهية. والنهاردة أنا على المذهب الحنفي، بكرة أنا على المذهب الحنبلي، أصل الحنابلة بيقولوا كذا، أصل المالكية، لكن ربنا بيقول إيه؟ الرسول بيقول إيه؟ اتنفذ إزاي؟ هذه الأحكام هي المعطلة وهي التي لا تطبق، بمعنى إن كل هذه مفردات المتعة المحرمة شرعاً موجودة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن أحلل حراماً وأحرم حلالاً ثم آتي وأقول أنها قوانين إسلامية. لا وألف لا، اللي موجود آراء فقهية لابد من تمحيصها، لابد من القضاء عليها حتى لا ينسب إلى الله ورسوله ما هو براء منه. برافو يا أستاذ، برافو. أستاذ البصير اتفضل. أنا يعني المشكلة احنا بنتكلم عليها دلوقتي، يعني أنا هنسيب موضوع الزواج العرفي واللي أنا جاي النهاردة عشانه، عشان كل أي زواج وأي زكات وأي ميسار وأي متعة بيتكلم عن الحوامدية. أنا هأجل موضوع الحوامدية لما يجي وقته هتكلم فيه، يعني لو كنت تسمحي نتكلم عن هنتكلم عن الحوامدية بس بعدين نتكلم. أنا بتكلم أنا من وجهة نظري وبعد إذن الأستاذة، لما أقعد 3 شهور وهو أي زواج، إحنا هنيجي نظلم الراجل فقط ونقول الراجل بقى هو ده اللي غلطان؟ طب ما الست هي الجزء الثاني، الوكي الثاني للعملة. انت قعدتي معاه 3 شهور ما عرفتوش هو شغال ايه، ما عرفتوش احنا عندنا زي ما بنقول في الحوامديه غصب عليا نسيتي معلش بعد ايه ثانيه واحده ثانيه واحد مدرس في استاذ مدرس في الجامعه مش معناها اللي هو بقى مدرس، احنا عندنا ناس ما اتعلمتش خالص وما دخلتش مدارس ولكن عندها مبدا وعندها دين وعندها وازع ديني. انا بطلع على الراجل كوازع ديني في الاول لو انا شفت لا ما اعرفش غير، ولكن الراجل لما يقعد معايا انا بشوفه شغال ايه وبيعمل ايه والوازع بتاعه الديني هو ايه يصلح. حضرتك بتقول قلت جمله خطيره جدا، هي دي اللي احنا عايزين بقى نبتدي نناقش فيها، ان المراه متعه. يعني ايه متعه؟ ايوه مش عاوزين نخرج على الحقيقه، هي كل الحقيقه بتاعتنا هي مشكلتنا ومشكله الرجل بالمراه، ولا كله بنسيب الحلال والكل بيجري يعني احنا بنتكلم عن المتعه وهي المتعه الجنسيه هي اساس كل شيء. هنيجي بقى نقول النصب والفلوس والحاجات دي حاجه تانية. يعني حضرتك شايف ان المتعه الجنسيه اساس كل شيء؟ اساس اللي عامله كل المشاكل الموده والرحمه. ما هو احنا عاوزين نرجع للموده والرحمه، هي دي احنا زي ما قالت الاستاذه احنا عاوزين نرجع للموده والرحمه زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام. لازم يكون في انسان تقي، لو في انسان تقي هزوجه بنتي يبقى زوج ابنتك لرجل تقي ان احبها اكرمها. يا استاذ حضرتك وان كرهها لم يهنها. انسان تقي عايز اعرف يا التقي. بص علامات التقوى بينها. قول لي قول لي 5 علامات. لا قول لي علامات هيكون عنده الايمان واضح. بص انا مش ممكن اغير من شكلي. التمثيل وفي الدعايه يا سيدي انا بسالك على واحد. في ناس داعيه يا استاذه سهيل ما لهمش دعوه بالتقوى. في ناس داعيه ما لهمش دعوه بالتقوى. ما بقول ادعيه ما قلتش ادعيه. طب خلينا نسال الاستاذ الدكتور صالح الورداني. حضرتك مؤلف كتاب بتقول فيه ان زواج المتعة حلال، والحقيقة كل الاشكال الزجاج دي يعني ممكن تبقى نوع من زواج او تنويعات على زواج المتعة. وزواج المتعة زي ما هو ثابت في السنة ان هو احل وحرم 8 مرات، وكان بيحل نتيجة الحروب والحروب دي اختفت، يعني كان في سبب والسبب ده ما بقاش موجود. انت حضرتك على اي اساس بتستند ان مثل هذه الاشكال صحيحة أو أنها أفضل من الزنا؟ الحرمة أو التحريم سلطة إلهية لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، والرسول أو النبي ما هو إلا مبلغ ومبين لهذه السلطة. النبي لا يملك حق التحريم، إنما يملك حق التبليغ والتبيين وفق دائرة الوحي والشرح والتوضيح. هو هذا كله يدخل في دائرة التبيين. هذه أوكي. قضية. القضية الثانية أن الأصل في الأفعال الإباحة، ودي قاعدة متفق عليها بين سائر الفقهاء. القضية الثالثة والمهمة كمدخل لهذا الأمر أننا لا يجوز لنا أن نتكلم وأن نخوض في هذه المسألة بلغة مذهبية، وإنما نتكلم بلغة شرعية. بمعنى أيوة خلينا نخرج من المذهب نتكلم بلغة شرعية. أنا بسأل حضرتك ما هي أدلتك من القرآن الكريم على أن هذه الأنواع
صحيحة شرعا من القرآن. القرآن هو المصدر الشرعي والأساس الأول للتشريع. ما هو بقى مصدرك القرآني على أن هذه الزيجات صحيحة؟ القرآن حدد في سورة النساء أنواع النساء المحرمات، في 13 نوع من النساء المحرمات، ليس بينهن هذا النوع، هذه قضية. وكما ذكرنا الأصل في الأفعال الإباحة أو في الأشياء الإباحة كما حدد كما هو متفق عليه بين أهل العلم. فبالتالي عندما تأتي لإدخال قضية في دائرة التحريم يجب أن يكون لديك نص قطعي صريح ومحدد، وأنا في عرفي النص القطعي والصريح المحدد يجب أن يكون في دائرة القرآن لا في دائرة الروايات، لأن الروايات محل خلاف كبير بين أهل العلم وبين أهل الأثر كما يسمون أنفسهم. أيوة طبيعي. يعني حضرتك بتلغي السنة هنا. دقيقة، لأن السنة قولية وفعلية وتقريرية كلها مبلغة. أصل أفعال الإباحة دي قاعدة قانونية وضعية، لا جاءها بقاعدة شرعية ولا مجرد بنصف أو مباح. عندك نصوص شرعية بتحكم الزواج بوصف ميثاق وعهد مع الله. أشكال الزواج الجديدة المختلفة من المتعة إلى المسيار إلى المسيار، فأزواج أو زيجات متعة محددة المدة. نواصل بعد الفصل. عباس الأبيض في اليوم الأسود. وديني يا أخو ناسر، تترميني يا عدن أعطر الخفرة دي اللي برمغي سلطة كلها في التراب. أختك دلوقتي متجوزة رسميا على كتاب الله وسنة رسوله. عباس الأبيض في اليوم الأسود، مسلسل اجتماعي مؤثر في رمضان على قناة عين. مرة أخرى نعود ونحن نفتح هذا الملف الهام، زواج المسياف أو أشكال الزواج محددة المدة وأشكال غريبة من الزواج، من زواج فريند إلى المتعة إلى العرفي إلى المسيار، أشكال جديدة وربما تكون تشكل ظاهرة الآن، ربما تكون ليست جديدة ولكنها أصبحت كثيرة جدا وأصبحت هناك معاني ومفردات كثيرة لأشكال الزواج. ولكن الكارثة أنها أصبحت تجارة، وأن البعض الكثير يدخل منها بنية الطلاق وليس بنية الزواج. وعند الفاصل أو قبل الفاصل كنا بنتكلم مع أستاذ الورداني، عنده كتاب إن زواج المتعة حلال، وكانت بترد عليه الدكتورة ملكة. لا يوجد في القرآن نص يحرم هذا النوع من الزواج، وبالتالي هو يدخل في دائرة الإباحة. هل يوجد في القرآن نص يبيح؟ ما هو فيش يحرم، في يبيح. ما هو طالما انه لم يرد نص بالتحريم، لان الاصل في الافعال الاباحه يا اختي، بمعنى احنا قلنا ان دي قاعده قانونيه، مش آدم قاعده وانزله فقرية. الى الارض لكي يفعل ما يشاء ثم قيده. عندما تربي ولدك انت تطلق له العنان في الارض ليتحرك كما يشاء، لكن الاصل في الزواج يا استاذ دكتور صالح التأبيد. لا، ليس التأبيد اصلا، ولم يكن بذلك احد. ما ادخلش انا بنية طلاق واقول ان ده جواز، مش دي شروط الزواج. أنا كباحث وكمتخصص وكمعايش للتيار الإسلامي والحركة الإسلامية وحركة التدوين الفقهي، أنا كنت من المشايخ ولا داعي لأن أخوض في سيرتي الذاتية. أنا وصلت إلى قناعة أننا نحن كمسلمين نعيش بعقل الماضي، هذه قضية كويس، ونعيش على فتات مذهبي، هذه قضية أخرى. ايه علاقه ده برضه في ما هو مرتبط بالمساله المتاهه التي نعيشها اليوم ومساله التناول الفقهي؟ نحن نعيش في ازمه التناول الفقهي، نحن نعيش في ازمه التناول الفقهي. لماذا؟ لان كثر القيل والقال عندما تتكلم